يعطيكم ألف عافية يا رابع. طبعا هذا الفيديو شرح عشان كيف تعرف تدرس على الامتحان. عندك المينينجز اللي أخذناهم هون كلياتهم داخلين، المينينجز كلياتها داخلة يمس. القطع، القطعة، وين بياخذوا بريك، كم عدد الجير، مع مين بيروحوا، كل فريق قديش بيكون من 4 على 10، كلياته هذا موجود. وين بياخذوا بريك هذا موجود، شو بياكلوا بالبريك موجود، كلياته مهم. الأماكن المشهورة في لندن ومواصفات كل مكان وطلبت منكم حفظ، مهم جدا، مهم جدا. إيش الرولز اللي بستخدمها أنا لقيادة القيادة، مهمات جدا. الأسئلة هاي وأنا هحكي لكم عنها إيش أنها مهمة، هاي مهمة جدا، هاي الأسئلة وأنا كتب لك عليها أصلا مهمة وأنا حالها معك. أوكي طبعا عن في السمر في الوينتر، إيش الأيام اللي بتفتح فيها في السمر، إيش الأيام اللي بتفتح فيها في الوينتر، من أي ساعة لأي ساعة، مهمات. سعر التذاكر، مهمات. من وين بقدر أشتري تذاكر، على الويب سايت أو المكان، برضو إيش ماله يمس، مهم جدا. السي والأس هدول إيش مالهم، مهمات جدا. قاعدة ماست ومسنت، مهمات جدا. الرولز لماست ومسنت هون، إيش بلبس لما أقود، مهمات جدا. الاتجاهات طلعت فيكم إملاء وإحنا حفظناهم، مهمات جدا. أوكي عندك كنا عارفين شو أسماء الأماكن، مهمات جدا برضو. كمان مرة الأوامر لسيف سايكلينج اللي هي تاعت ماست ومسنت، مهمات جدا، مهمات جدا يا رابع. ننتقل لكتابنا الورك بوك عشان تعرف كيف تدرس كل ايه، يعني مثلا بجيب لك ايش اسم هذا، ايش اسم هذا، بدك تعبي البيكتشرز، مهمات جدا. حكيت لك مهم جدا اللي هو ايش تاخذ المعنى بالانجليزي، انجليزي. لما حكيت لك 1 و 2 و 6 و 7 صح، هذول ايش معنى، يعني بحكي لك هو البيرسون هو رايدز ا بايك، مين هو، او يو يوز ذيس تو ستوب، ايش بستخدم انا عشان اتوقف، اللوك ولا البيلت، ولا بدي اكون انا عارفهم لانه انا شرحتهم ايش مع بعض. اوكي رابع، اند مواصفات كل مكان في لندن، في لندن مواصفات كل إشي في لندن، أطول برج، إيش اسم برج الساعة، إيش أشهر ساعة موجودة هناك، إيش الساحات الموجودة، هاي كلها شرحناها يا رابع، مهمة جدا. هون حكيت لكم هذا التمرين هو معاني، مهم إيش هو اللي بفتح أبوابه للسفن، بدي يكون إيش سوار بريدج، إيش هو بشتري لتذاكر مقابل إيش، إيش بيكون موجود، إيش هو الموجود فيها البارادايس والكونسرت، إيش بتكون إيش، وين موجودة في السكوير لندن إيه، وين هو قرب إيش. هذا التمرين حكيت لك إيش ماله أنا، مهم. كمان يا رابع الأسئلة اللي على القطع، إيش حكيت لك اللي على القطعة، مهمة جدا. سؤال ترو أور فورس هذا كمان مرة، مهم جدا، مهم جدا يا ميس، وأنا كتب لك إنه عنده مهم. ليه كلمات إيش كلمات بتاخذ أس والسي، مهمة. هون ماست ومسنت إيش ماله، مهم. هذا التمرين عادي مش مهم جدا، لكن هون مهم جدا. الاتجاهات مهم جدا، الاتجاهات مهم جدا. هون عندك المعاني مهمات جدا. هون هذا التمرين اللي عندي كمان مهم، انه مثلا الجرين مان شو بتعني في الاشاره، الريد مان ايش يعني، لو فايند ا سيف بليس لما ايش بوقف مكان اعمل عشان ايش تو كروس ذا رود، هذا التمرين مهم وانا شرحته. انا مثلا الترافيك لايت عشان ايش تغير لونها. اوكي رابع ايش ماله، مهم جدا. هون اللي هي ايش في جمل ماست ومسنت، يعني اعمل جمل في ماست ومسنت. كمان مره هون حكيت لك مهم جدا، اسم كل صوره موجوده عندك مهم جدا.
برضو كمان هون نعمل سؤال في مصطم ومصنت مهم جدا. هانك سؤال مهم جدا، حكيت لك كيف انا بدي اوصف، بدي اروح مكان بيستخدم هاو دو اي جيت تو كذا، هاو دو اي جيت تو بانك تو سينما، طريقة ايش عمل السؤال. واي اشي رابع بدك اياه ابعت لي على الواتساب. يعطيك الف عافية يا مس.